والكلمة الآن إلى السيدة حياة دياد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، سيدي محافظ بنك الجزائر، زميلاتي زملائي النواب، طاقم الصحافة، سلام ربي في لونك المثلام. أما بعد، ستتناول مداخلتي ملاحظات حول الجانب الشكلي والموضوعي لهذا التقرير. ألف، فيما يخص الشكل، لقد قدمتم لنا سيد المحافظ تقريرا مفصلا حول نشاطات البنك مدعما بأرقام وإحصائيات هامة، إلا أنه يعاب على هذا التقرير ما يلي. أولا، كان بودنا سيد المحافظ أن توفونا بملاحظات وتوصيات الهيئات الرقابية الخارجية المستقلة عن بنك الجزائر، تلك لي رابور دو مينا، دو غافي، دو فافت، وهذا لإضفاء مصداقية أكثر على التقرير، علما بأن بنك الجزائر لا يخضع لرقابة مجلس المحاسبة منذ 1995، ونغتنم هذه الفرصة لتجديد مطلب الاف اف اس بإخضاع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة مثله مثل باقي مؤسسات الدولة، فلماذا هذا الاستثناء بالتحديد؟ ثانيا، بودنا أن نعرف أيضا توصيات مجلس النقد والقرض ومدى إنجازها للقيام بالمقاربة بين الأهداف المسطرة والنتائج المحققة. ثالثا، كان بودنا سيد المحافظ أن نعرف ولو باختصار عن العمل الرقابي ونتائجه الذي يقوم به الناظران العامان لسونسور جينيرو ديزيني بار مسيو البريزيدون لا ريبوبليك طبقا للمادتين 26 و 27 من الأمر رقم 311 المؤرخ 26 أوت 2003 والمتضمن قانون النقد والقرض المتمم والمعدل. رابعا، كان بودنا أيضا أن تشيروا في تقريركم عن سبب تجديد اللجنة المصرفية، علما أن أعضاؤها انتهت عهدتهم منذ سنة 2012 ولم يعين الأعضاء الجدد إلا في 23 أكتوبر 2013 الجريدة الرسمية رقم 53، مع العلم أنها لم تنصب إلى يومنا هذا ولم تقم هذه اللجنة بعملها الرقابي لمدة عامين كاملين. إن هذا الفراغ يبعث للقلق فعلا، كون أن هذه اللجنة تقوم برقابة خارجية على البنوك ومن شأنها أن تفرض إلى حد بعيد التسيير الرشيد في المؤسسات البنكية والمصرفية، ومن شأنها كذلك أن تكشف عن المخاطر والتجاوزات المتعلقة بالنقد والقرض والصرف لتفادي وقوع الكوارث التي حدثت في السابق على غرار الخليفة وأخواتها والتي ما زالت أثارها لم تمحى إلى حد الساعة. فيما يخص مضمون التقرير، je voudrais juste préciser monsieur le gouverneur quand tous les clignotants économiques et monétaires sont en rouge, il faut avoir l'entière responsabilité de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. لذلك نقص الخطر عن الوضعية الكارثية التي تحدق بالبلاد في المدى المتوسط وكذلك على المدى القريب. نعم سيد المحافظ، كيف لا ونحن نسمع كل يوم ارتياح واطمئنان الحكومة عن الوضعية المالية للبلاد، وذلك بالتحايل طارة وبالاستشهاد بتقارير البنك الدولي والصندوق الدولي طارة أخرى. سي نورمال كار اون فيان داليمونتي لور كونت دان مونتون دو 5 مليار دو دولار. يبرز هذا الاحتشام في الطرح جليا خلال ما ورد في الفصل المتعلق بالمالية العامة في الصفحة 97 و98 من التقرير، أن الإيرادات خارج المحلوقات بلغت نسبة 34.7% من الميزانية الكلية، وهي بذلك لا تغطي نفقات السير إلا في حدود 45%، هذا بإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات. ناهيكم سيد المحافظ عن المؤشرات الأخرى المتعلقة بارتفاع النفقات العامة بشكل أصبح لا يطاق في السنوات الأخيرة. سيد المحافظ، فيما يخص الدور الرقابي لمؤسساتكم، فقد ورد في الصفحتين 142 و143 من هذا التقرير اهتمام بنك الجزائر بمحاربة تبييض الأموال، وذلك بتحيين المنظومة القانونية لمحاربة الظاهرة طبقا لتصويت لمينا لو غافي، إلى أن التقرير لم يصفح عن نتائج هذه العملية بالأرقام والمبالغ التي تم اكتشاف تبييضها، مما يجعلنا نتساءل حقا عن وجود نية خالصة لمحاربة هذه الظاهرة. سيد المحافظ، إن ظاهرة تحويل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية للخارج قد استفحلت، ويعلم العام والخاص أن طريقة تضخيم الفواتير عند الاستيراد أصبحت القاعدة في التعاملات الخاصة بالاستيراد، وحتى إن سلمنا أن مديرية الجمارك لها مسؤولية مباشرة في محاربة هذه الظاهرة، إلا أن ضعف دور الرقابي لبنك الجزائر على البنوك
التجارية زاد من حدة هذه الظاهرة. سيد المحافظ، إن من أهم الصلاحيات المخولة لبنك الجزائر من خلال المادة 35 من الأمر 10-4 المتعلق بالنقد والقرض هو استقرار الأسعار والاستقرار المالي والنقدي وتحقيق النمو الاقتصادي. إن أرض الواقع تبين غير ذلك، إذ سجل أكبر معدل للتضخم وهو 8.89 خلال السنة 2012، وبقي النمو الاقتصادي جد محتشما. وفي الأخير نود السيد المحافظ أن توفونا sur une partie de l'épargne du compte de fonds de régulation des recettes qui a été transférée au compte de dépôt là-bas avec Gisèle.